فيلم تسجيلي عن حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، فكرة وإخراج أشرف خليل، طرح مؤخراً وعرض بدار الأوبرا المصرية، وتحت رعايتها حدث فني شهد حضور كثيف لوجوه معروفة بالمجتمع. سبق عرض الفيلم ندوة ومؤتمر صحفي تم خلاله تبادل الآراء حول فكرة الفيلم وموضوعه. كاميرا آخر الأخبار بالقاهرة تواجدت بموقع الحدث وسجلت لقطات وآراء حول هالموضوع يلي بيتعلق بموسيقار كبير ترك إرث فني عظيم بتتغنى فيه الموسيقى الشرقية على مدى الأجيال. منتبع التفاصيل مع مراسلتنا أميرة فراج. بليغ قال لهم لا. طب والأستاذ بليغ فين دلوقتي؟ عارفين بليغ؟ بليغ حمدي. دي مزيكة بليغ حمدي. بليغ حمدي؟ سلم ده بليغ. الله الله الله. وكأنه عمر بليغ عبد الحميد حمدي مرسي. ولو هنلخص بليغ حمدي بكلمتين هنقول عبقري موسيقي وكريم بدع النجوم. غير اي بني ادم انا شفته في حياتي. اشتغل مع ام كلثوم، اشتغل مع عبد الحليم قبل ما يتم الثلاثينات من عمره. لحنت حبي لام كلثوم. يا حبيبي هذي وحشتينا وحشتنا رجعتيني الأيام جميلة. بليغ رجع مصر، حب مصر بصدق، شيء جميل بيحسه بيقدمه لبلده مصر. عمره ما نسي مصر. أنا بحب مصر. 2400 أغنية. النهارده بالفعل الواحد بيكون سعيد لان في ندوات او احتفاليات. عدد ابناء المهنه الموجودين للاحتفال الجميل بيكون عدد قليل، لكن الملاحظه النهارده الجميله جدا واضح ان بليغ حمدي مر على الكل وقال لهم اوعى تنسوا النهارده في احتفال وتقديم لفيلم عالي. الاغنيه اللي انت بتسمعي مزيكتها دي الف ليله وليله، عملها بليغ للست ام كلثوم وكان لون جديد عليها شويه شباب يعني. وأول مرة تقف الست على المرسح علشان تقول الأغنية، بليغ خاف من رد فعل الجمهور، خد عربيته وطلع على الصحراوي، شغل الراديو، سمع المقدمة الموسيقية وبعدين الكوبليه الأولاني. طلع واحد من الجمهور وزعق وقال عظمة على عظمة على عظمة على عظمة. الحقيقة إنه بليغ حمدي يستحق هذا الفيلم اللي شفناه، ويستحق ايضا مسلسل بيعمله مجدي احمد علي ومحمد رفاعي، ويستحق الفيلم اللي انا شفته واتمنى ان نشوفه كلنا اسمه نسيم الروح، ويستحق كتير من حبنا، لانه فعلا بليغ حمدي من لم يعرفه وسمع الحانه ارتبط بيه ارتباط عاطفي، ومن هنا بتجد انه ده قيمه عظيمه جدا، انه تحس انه بليغ وكانك تعرفه من ألحانه. يعني بليغ الإنسان بمدى صدقه ترك شيء عظيم جدا في داخل كل منا. بليغ لما كنا نبقى قاعدين في مكان مش يعني مهيئ للغناء ولا بتاع، كان يسيبنا ويقعد على جنب يجيب ورقة كلينكس أو يجيب أي يعني حاجة يكتب عليها، فكان يكتب جمل موسيقية ونوتة موسيقية وهو مش دريان باللي احنا فيه، يعني حتى لدرجة ان هو يعني كان بيلام عليه هذه العملية، انما ما كانش لازم يلام على اي شيء بيعمله، لان بليغ مش ملك نفسه، يعني كان كل نفس وجسم وعقل وقلبه لمصر وللغناء ولكل حاجة بيحبها البشر. خدت ايه من بليغ حمدي؟ كتير. خدت النجاح، خدت السند، كان بيسندني انا ما تنشني جيت هنا لوحدي، يعني وحدانية قوي، وكان نوع من الحماية، الحماية الفنية، كان فنان عظيم وكان بينصحني. خدت منها
الحب والحنان والدفى زي ما بيقولوا والرقه والصدق على الآية. أقدم لكم لأول مرة رفيقي في مشوار الحياة ورفيقي في مشوار الفن، لأول مرة حيغني على المسرح وغادي يخذ الزاف تفقوله بليغ حمدي. كتير بيقولوا الذاكرة بتخوننا، حاجة غريبة جدا، أنا بقول إحنا بنخون الذاكرة لسبب بسيط جدا، ما نفتكرش الإنسان إلا لو عملنا حادثة، ما نفتكرش الإنسان إلا لما نعرف إن إحنا رايحين فين بأغانينا. الوحيد اللي ساعات أنا بحيي اللي بيسرقوه وفي نفس الوقت بدينهم بحييهم لأنهم بيقولوا ده بليغ حمدي بس إحنا اللي قدمناه، وبحاسبهم لأنهم بقول لهم ارحموا بليغ حمدي لأن هارتوه تقطيع في أجساد ألحانه، فلازم على كل إنسان إن هو بيقدم إبداع لازم إبداعه هذا يعرض على لجنة زي ما احنا ضايعين بلجان اللي من دول، وكل واحد عمل نفسه لجنة ولما يطلع بخيبته يقول لك إيه اللجنة دي، احنا في زمن السرعة، احنا في زمن البتاع، زمن إيه جاك خيبة انت وهو، زمن إيه، زمن انت وديته المزيكا فين، ما انت اسمع بليغ حمدي اللي انت بتاخد منه عمال تقطع منه وتتباهى وتقول زي اللي بتباهى بشعر بنت اخته. بتتباهى بايه؟ انا فرحان النهارده ان انا بشوف بليغ حمدي داعيين وحاضر في وسطنا، مفيش حد عندنا ليه قيمه في المجتمع المصري بيموت. ليه؟ لان الاهم منه اعمال، والاعمال هي التي تخلد وتعيش بعد الفنان وتذكرنا بالفنان على انه موجود في وسطينا. الفكره جت ازاي ان انت يعني انت مختار شكل جديد للفيلم التسجيلي، يعني عامله عن طريق سرد قصه، او دي فكره جديده ازاي؟ الفكره جت لي انا كنت بتحدث مع احد الشخصيات يعني من اصدقائي، هي بنت شابه صغيره، كنت بنتكلم على بليغ حمدي فقالت لي ده كاتب كلمات، قلت لها لا ده كان ده صاحبي، قلت لها ده واحد صاحبي بليغ حمدي، ففوجئت ان هي مش عارفه بليغ حمدي. هي مش عارفاه، هي عارفه مزيكته كويس او بتسمع بس ما تعرفش ان دي مزيكه بليغ حمدي، وده خطا شديد جدا في الاعلام. يمكن انتوا بتعملوه بشكل كويس جدا كروتانا موسيقى انه بيتعرف مين اللي ملحن ده. ده انا بشكر روتانا موسيقى على ده جدا، ان هي بتعرف دايما المشاهد مين ورا العمل، انما دايما بنعرض احنا العمل من غير ما نعرف مين اللي صنعه. تمام، فيعني لو بصينا لعبد الحليم حافظ موعود وحاول تفتكرني وكلها حاجات رائعه، هو بليغ كان متجدد وكان بيتعامل مع كبار الملحنين وبشكل غريب جدا، كل الالحان اللي كان بيعملها لكل المطربين الكبار كانت رائعه. بليغ حمدي لا شك القيمه المظلومه، وانا دايما بقول عليه القيمه المظلومه، لانه منذ بدايته كمطرب ثم تحوله الى ملحن ثم تاليفه الموسيقى ثم تعامله مع الكبار ثم تعامله مع الصغار ملا حياتنا الفنيه لمده 7 سنوات لوحده. حتى قال عبد الوهاب قال بتعجب ان بليغ حمدي كل الملحنين وقفوا اتفرجوا زي بدايه عبد الحليم حافظ لما كل المطربين وقفوا اتفرجوا على عبد الحليم وبطلوا غنى، كذلك بليغ حمدي لما جت مرحله بدايته استمر 7 سنوات متصله، يمكن كان عشرات الالحان في خلال اسبوع. فكان عبد الوهاب يقول لي استاذ عبد الوهاب بيقول لي انا بتعجب الغزارة دي جياله منين، واي فنان تعرف انه موهوب ويملك موهبة ويملك ابداع من خلال الغزارة دي عبقرية بليغ حمدي. وصلنا بهجة تعالي، عايزة فين في بهجة تعالي؟ مكتب بليغ حمدي، تعرفه؟ اه طبعا، ده مكتب بليغ حمدي. وفين ده مكتب بليغ حمدي؟ قدامك ده مكتب بليغ حمدي، ده محل السجاد، انا مش عايزة اشتري سجاد، انا عايزة مكتب الملحن بليغ حمدي. ما ده كان مكتب بليغ حمدي بس صاحب البيت خده وعمله محل سجاد. طب والاستاذ بليغ فين دلوقتي؟ يا حول الله، عايزه مين يا ست؟ عايزه الاستاذ بليغ حمدي. بليغ حمدي مات. مات؟ مات، مات من سنه 93. بليغ حمدي مات؟ عمرك ما شفت معايا فار كل مره. توفي بليغ حمدي في 12 من سبتمبر عام 1993 بمستشفى فوستروسيه بفرنسا. كنا معاكم النهارده في فيلم تسجيلي لموسيقار راحل ارتبط اسمه بأرق وأسمى المشاعر الإنسانية، وهو الراحل بليغ حمدي. كانت معكم أميرة فراج، نشرة أخبار روتانا، القاهرة.